يا عريس الطاعة هالأرض الحبين عتمت الساعة ضو سراج الزيت ردوا للعطاء رجعوا الأمان. احتفلت بلدة ميفوق بتدشين كنيسة على اسم القديس شربل لمناسبة عيده، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة جون المارونية المطران أنطوان نبيل العنداري. عاونه فيه راعي أبشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون وأباء كهنة بحضور فعاليات البلدة السيدة نهاد الشامي ومؤمنين. بعد الإنجيل المقدس ألقى المطران أنطوان نبيل العنداري عظة بعنوان أهدنا يا شربل حين تشتد الصعاب، قال فيها: يقدم لنا القديس شربل مثلا رائعا في كيفية التجاوب مع اختيار الرب لنا لنستطيع أن نكون من عداد الأبرار الذين يسطعون كالشمس في ملكوت أبيهم. أدرك مار شربل محبة الله للإنسان، فما كان عليه إلا أن يدخل في قلب الله، في قلب هذه المحبة، ويسعى أن يعيش فرح الإنجيل والاقتداء بالمسيح، فارتسمت على محياه صورة الابن الوحيد المتحد بالآب في حياة نسكية متمثلة بالخلود إلى الصلاة والصوم والصمت والتقشف والزهد تمجيدا لله. ختم عظته بالقول: كثيرون هم الذين يحجون إلى ضريح القديس للتبرك ولطلب النعم، ويشتركون في المسيرة الشهرية إلى المحبسة. وفي مساءلة ذاتية، هل نسعى أن نتشبه بإيمان مار شربل ونقتدي بفضائله؟ يا شربل احميني.